كنت بدي أقول بما أنه يعني عزت رجالنا بالسلامة، إمتى بقى بدي أتزوج بشان أريح إيدي؟ منين رجالنا بالسلامة تقبرني؟ رجع بشهادة جنان. الله يعطينا خير هالضحك، عم تضحكوا ما؟ لإلكم شغلة، بالنسبة إلي كلياتكم ها أشياء لفة، شهادتكم مو مقبولة مثل الحميماتية. اضحكي يا أمي اضحكي اضحكي. أنا معي شهادة حب. أبداً مشات جنان. حب من فردة واحدة تقبرني. لأنه اثنين زوج سرابي، هو فردة وعزيزة فردة. يعني عزيزة نلاقيه مصر ماية بس فردة تانية. يا على عيونك هلا أنا صرت سرماية يا مو. وبريحة. حمام. وبريحة. شو علي؟ شو علي؟ قولوا لي هيك من الأول. يعني إذا أبي ريحته بصالة وأمي ريحتها توم، شو بدكم تشموا ريحتي نرش؟